مين احسن لعيب في الاهلي شايفاه بيأدي في الفتره الحاليه؟ مروان عطيه. برضه مروان عطيه وهو الحصان الاسود في الدوري. يعني انا بص ده من ضمن الصفقات اللي بجد كان فيها منافسه بين الاهلي والزمالك. عايز اقول لك يعني انا مش بزعل، انا بتقهر يعني. ده كان المفروض عندنا يعني احنا المفروض يجي الزمالك يعني. خلاص يعني انت كنت خلاص قربت تتعاقد معاه. ده كان هيفرق جامد جدا جدا مع الزمالك. وبرده الفترة الحالية يعني تذبذب من المستوى الخاص باللعيبة الزمالك وتغيير المدربين الفنيين، هو بقى أفضل طبعا مع الأهلي واللعيبة بتساعده. فأنت شايف مستواه أكثر من رائع يعني. هو دلوقتي بقى الحصان الأسود في الأهلي وفي الدوري. أنت شايف الأداء. الزمالك هيقدر يا ملك ياخد مركز في يعني يقدر ياخد مركز ثاني أو مربع ذهبي، عشان لو ما عملش كده مش هيلعب أفريقيا السنة الجاية سواء دوري أبطال أو كونفدرالية. أنا بتمنى ده جدا. لكن بالاداء اللي احنا شايفينه للفريق يعني 50-50. ليه؟ انت الاداء مذبذب. انت في ماتش بيفوزوا بس مش ده اداء فريق الزمالك. انت اكتر واحد تقدر تحكم على ده. هل ده فريق الزمالك اللي انت بتتمناه او ان انت شايفه ونفسك ان هو يفوز؟ مش ده الفريق. انا عايز اشوف الفريق في الملعب. بس هم لازم يشدوا حيلهم شويه يعني اللعيبه كمان. حتى لو في مشاكل في النادي او كذا او كذا لازم اللعيبه تشد حيلها. يبقى هم يعني ما لهمش دعوه باي حاجه بتحصل. هم مركزين بس في الملعب علشان الجمهور. على الاقل انت تصالح الجمهور. الجمهور انت شوف كام الف واحد بيتابع، كام مليون واحد بيتابعك. وبعد المباراه بيبقى هيتجنن ويبقى هيموت وضغطه بيعلى. فعلا ده مش فريق الزمالك. انا ما عنديش مشكله ان انت تخسر. بس تعمل اللي عليك. اعمل اللي عليك او تديني اسباب للخساره. ما هو لو عمل اللي عليه اسباب. بصي هو لو عمل اللي عليه وكان لا قدر الله فيه سوء حظ وخسر، ماشي انت هتبقي معاه، الجمهور هيبقى متفهم. لكن ان انت ما بتاديش ربع اللي عليك، لا مفيش رصيد ليك عند الجمهور خلاص. انت دلوقتي انت عمال تحبط في الجمهور. انت لازم تبقى قد تيشيرت نادي الزمالك. انت لازم لما تنزل الملعب انت تتعامل ان اي مباراه حتى لو وديه هي بطوله. صح. عشان كده الناس بتزعل جدا على لعيبه اللي هم لويال جدا للفريق زي محمد عبد الشافي وشيكابالا زي ما بنتكلم. مخلصين الفرق جدا جدا. بنزعل لما نحس ان هم ممكن يكون في اعتزال قريب، ممكن يكون في نيه قريب. تحس ان انت هم دول اللي هتحس ان هم في اي ظرف صعب بيشيلوا الفريق. هم اللي موجودين. في حاجه كمان عايز اقول لك عليها اللعيبه مش واخده بالها منها. ان انت مستواك السيء وان انت ما بتعملش اقصى ما عندك علشان تجتهد مع الزمالك، ده بيقلل السوق الرياضي ليك. يعني بيقلل ان انت تقدر التسويق بتاعك عشان تقدر مثلا تتاهل ان انت ممكن تطلع دوري خليجي. صح. ممكن تطلع دوري اوروبي. انت خلاص انت دلوقتي البراند بتاعك بيقل. فانت لازم تبقى مميز جدا في الملعب. ده ليك انت قبل ما يبقى النادي الزمالك. امام عاشور كان كان بيعمل اللي عليه وكان في مباراه المستوى الفني بتاعه بيقل، بس هو كان باصص لرؤيه بعدها اللي هو انا عايز احترف. مصطفى محمد نفس الشيء. لكن اللعيبه حاليا هي مش بتعمل اي حاجه يعني. انت ما بتعملش ربع اللي عليك حتى علشان نقدر نقول ان انت لو جالك عرض خارجي هنقدر الزمالك يقول لك ماشي اتفضل واحترف، لان انت بتفيد الزمالك واسمك طالع من الزمالك.